فإذا هشاشة العظام يعتبر من أكثر الأمراض بالعالم من حيث الانتشار، ويطلق عليها أيضا المرض الصامت، نظراً لأنه المريض ما بيشعر فيه إلا وقت يتعرض لا سمح الله للكسر. هالمرض وأسبابه وطرق علاجه رح يكون موضوع حديثنا لليوم مع الدكتور علي الخيامي، اختصاصي أمراض عظمية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. بداية دكتور، مثل ما كنا عم خبر المشاهدين أنه هذا المرض أعراضه صامتة وبالتالي سمي بالمرض الصامت، ولكن ممكن المريض أو مثلا شخص يحس بأعراض هذا المرض عن طريق فحوصات تحاليل معينة تخليه يكون عنده دليل أو مؤشر أنه ممكن يكون عنده هشاشة عظام؟ هلأ هو مرض صامت طبعا، ما في أعراض نهائيا بالحالات العادية مثل ما قلتوا، بس هو المريض نفسيا بيتأثر من كتر ما بيسمع من المحيط انه ترقق عظمي ووهن عظمي، فبيجي عم يشكي من آلام ما لها علاقة نهائيا بالترقق، لكن هي مثل كل إنسان ممكن يشعر بآلام بجسمه أحيانا، فبيربطها فورا وبيجي مرعوب على عند الطبيب. هلا هو طبعا صامت إلى حد مثل ما تفضلت حضرتك إنه يصير كسر أو انضغاط، يعني كسر انضغاطي أو كسر بالفقرات أو كسر بأمشاط القدم أحيانا، وهذا غالبا بيرد خفيف جدا مثل زحلقة على رصيف أو خطوة غلط، يعني لا يستدعي الكسر، لا يستدعي عادة الكسر من هيك، لكن وقت بيكون في ترقق وهشاشة عظمية شديدة بيحصل الكسر، فوقتها بيصير في آلام طبعا شديدة. تمام دكتور، عادة بيرتبط هالمرض بكتير عوامل، نسمع نحن كغير متخصصين انه الوراثة بتلعب دور بهشاشة العظام، نسمع الجنس ذكر او انثى، نسمع نقص الكالسيوم، نقص البوتاسيوم، نقص المغنيسيوم، شو الصح وشو الغلط من اللي ذكرته؟ هلا بالتاكيد انه النساء يصابوا بالمرض اكثر بسن معين، يعني مثلا وقت بينقطع الطمس عند الجنس بالانثى بتتعرض لهجمة شديدة من الترقق العظمي نتيجة نزول نسبة هرمون الاستروجين عند النساء بسن الضحي، بس مو معناته انه الرجال لا يصابوا، يعني انت اذا اخذت المنحني بتلاقي انه بيطلع كتير بال 45 لل 50 سنة عند النساء، بينما عند الرجال بيضل تدريجي، بيرجعوا بيلتقوا النساء والرجال بال 70 سنة. طبعا شو الأسباب؟ الأسباب كثيرة، أولا قلة الرياضة، ثانيا منذ الطفولة وسن الشباب عدم الاهتمام بالتنمية العظمية، لأنه الإنسان بينمي العظم لحد 30 سنة ومن بعدها بتبلش فترات التناقص العظمي، لذلك بهديك الفترة اللي بيفتكر الواحد طبعا أنه ما لا قيمة ولا بيشعر بشيء أصلا بيكون بعمر الشباب، لازم ينتبه للتغذية الصحيحة، لازم ينتبه لممارسة الرياضة، طبعا عدم تناول الكحول بشكل كبير طبعا، التدخين والتدخين بالتأكيد، والانتباه لنظام غذائي بيفيده للمستقبل. هلا نفس النصائح طبعا تنطبق على السن اللي بعد 30 سنة وقت ببلش انهيار العظمي التدريجي، كمان التغذية والمشي بيلاحظ دائما انه اللي معه وزن اكثر، مو كثير طبعا شوية وزن، بيتحمل الترقق العظمي احسن من النحيل، النحيل بيفقد العظم اكثر بكثير، لذلك اصحاب الاجسام الصغيرة والنحيفة تتعرض للترقق العظمي اكثر بكثير من الأجسام الممتلئة. صحيح دكتور، يمكن في العديد من الأمراض مثل ما كنا عم نحكي بتصيب الرجال والنساء على حد سواء، ولكن حكينا أنه ترقق العظام من الأمراض اللي ممكن يصيب النساء أكثر من الرجال، مثل هذا المرض رح نتعرف أكثر على المعلومات اللي بتخلي تكون سيدات أكثر عرضة للإصابة بترقق العظام مع دراسات وأحصائيات رح نتابعها سوا مع المشاهدين دكتور، ونرجع لحتى نكفي فقرتنا لليوم. النساء يصابون بهشاشة العظام بنحو 80% مقارنة مع الرجال، كما أن نصف النساء بعد سن 50 يتعرضن لحالة واحدة أو أكثر من كسور متفرقة في هذه المرحلة العمرية.
هذا ما تؤكده الإحصائيات والأبحاث الطبية. وفقاً لمؤسسة هشاشة العظام الدولية، تؤثر هذه المشكلة على نحو 200 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، والسبب وراء كون النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام هو أنهن يبدأن في فقدان كتلة عظمية بسرعة مع تقدمهن في السن، وذلك بسبب انخفاض كثافة العظام، كما يأتي في مقدمة العوامل التي تزيد احتمالية الإصابة عدم كفاية الكالسيوم وفيتامين د، إضافة إلى نقص هرمون الأستروجين في مرحلة سن اليأس والافتقار إلى النشاط البدني. ووفقاً لموقع بولد سكاي، تفقد المرأة التي يتراوح عمرها بين 20 و 80 عاماً ثلث كثافة العظام في الأرداف مقارنة بالرجل. وتظهر إحصائيات هشاشة العظام أن 68% من 44 مليون امرأة معرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام، كما أنهن معرضات من بعد سن 50 لكسور ناتجة عن هشاشة العظام في حياتهن على الأقل مرة واحدة. يعني مثل ما كنا عم نشوف دكتور عن الأسباب والفروقات بين الرجل والمرأة بإحصائيات ونسب ودراسات. طيب دكتور، كنت عم بسألك تحت الهواء، إذا شخص أو امرأة تجاوزوا 35 من العمر مثل ما ذكرنا، وحضرتك قلت بيبدأ الانهيار العظمي أو خسارة النسيج العظمي، خلاص it's too late، ما عاد فينا نحن نلحق، شو بدنا نعمل؟ خاصة إذا كان شخص ما بيقدر يأكل مشتقات حليب وألبان وأجبان وفليفلة لسبب مثلا قولون أو سوء امتصاص. هلا هو في كتير أكلات فيها كالسيوم، يعني مثلا اليوم طبقكم اليومي سمك، بس ما بعرف شو بتقصدوا بينمي، يعني يزيد الكتلة العظمية الكثافة العظمية؟ لا طبعا بعد العمر ما في زيادة، هو المهم الحفاظ على الموجود والحد من نقصان الكثافة العظمية. كيف دكتور؟ كمان نفس النصائح، الرياضة، المشي، الأكل الجيد، الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين والكحول بشكل كبير، الانتباه للأغذية اللي تعطينا الكالسيوم، الانتباه لعيار الكالسيوم بالدم، لأنه عند نقصان الكالسيوم بالدم يفرغ العظام الكلس، لذلك نحن دائما لازم ننتبه لنسبة الكالسيوم بالدم، لأنه مجرد ما نقصت ببلش العظم يفرغ من الكالسيوم اللي عنده، وهذا الشيء اللي بنخاف منه. لذلك إذا كان ولد ما بيقدر هو يلتزم بأخذ كمية كافية من الكالسيوم يوميا، ممكن دعمه بحبوب كلس. دكتور شو هي الفترات وكل الأعمار ممكن تاخد حبوب الكلس الداعمة للكالسيوم الأساسي ولا لا؟ في عنا أشخاص مفروض يعملوا تحاليل أو يكون في عندهم إجراءات معينة قبل ما يبلشوا بهي الجرعات؟ هلا هو إعطاء الكالسيوم بشكل عشوائي طبعا مو جيد، طبعا إذا كان أولا لقينا نقص بالدم بفحص الدم بالكلس ممكن أعطاه، وطبعا نحن بنضطر نعطي وقت بنعطي أدوية، بعض الأدوية أو كل الأدوية للترقق العظمي اللي هي كتير أنواع أدوية لازم تندعم دائما مشان نكون متأكدين إنه في كلس كافي بشكل دائم. هلا طالما نحن ما قطعنا 600 ميلي جرام بالنهار ما في خطورة. زيادة الكالسيوم وقتها عن الحد ممكن يؤدي لمشاكل كلوية بحصات ومن ترسبات. طيب دكتور، في كمان بعض الأشخاص بيقولوا إنه أنا لازم انتبه للمغنيسيوم والفيتامين دي، ما بعرف ليش بيربطوا هالعنصرين مع بعضهم، مزبوط نحن ناخذ مكملات الفيتامين دي ان كان عيار 5000 او 10000 او اكثر او اقل بعمر معين، وشو الشروط اللي انتم بتتبعوها لتعطوا شخص فيتامين د؟ هلا ما عدا انه حاليا نحن بهالوباء اللعين اللي بيفيد فيه الفيتامين دي، انا مو من مناصرين اعطاء الفيتامين دي، له اختلاطات كثير كبيره، بس مثل ما قلت انت 5000 وحده بالاسبوع ما بتضر بشيء، وبالعكس الفيتامين دي بيصير بيدعم امتصاص الكالسيوم وبيساعده على التركيز بالعظم. عيار المغنيسيوم كالسيوم هن شوي مرتبطين بانه بيتعايروا بشكل دقيق بين بعضهم، لذلك اذا في نقص
ممكن أخطأه. تمام، لازم نحلل نحنا، لازم نروح للدكتور المتخصص، شوارب نتأكد من إنه ما في شيء ناقص، إذا ما في شيء ناقص ما في داعي. تمام. طب دكتور، عم نحكي عن أهمية العلاج الدوائي المكمل للنظام الغذائي الصحي والسليم لحتى نحن ندعم الكالسيوم الموجود عندنا بجسمه، لكن بعض الأشخاص ممكن ياخذوا هاي الأدوية وما يمتصها جسمهم لأنه عم ياخذوها بطريقة خاطئة أو ما عم بيأمنوا للبيئة المناسبة لحتى تنحل بالجسم بشكل صحيح. شو هي الخطة العلاجية الدوائية وكيف بيتم أخذها بشكل صحيح؟ الأول شيء طبعاً المريض بده ينفحص، بده ينعرف شو الدواء المناسب. طبعاً بالإضافة للتشخيص الكامل بفحص الكثافة العظمية اللي بيصير ضرورة عند النساء بعد 45 سنة، وبعدين بحسب نتيجته، إذا كانت نتيجته طبيعية بنصير بنعمل الكنترول كل سنتين، ما في داعي للتكتير من الفحوص. أما إذا في حالات النقص بنبلش بالعلاج وبنصير بنعمل كنترول كل سنة. طبعاً مثل ما حكينا زيادة كثافة ما بيصير، لكن هي العيارات بتصير بشكل تتعلق بعمر الإنسان، فعندما يزداد بالعمر النسبة بجوز هي النسبة العامة تكون نقصت شوي، لكن النسبة بالنسبة لعمره بتكون زادت أو استقرت، وهذا اللي بدنا نوصل له. هلأ شو نوع الدواء؟ في أنواع كثيرة، أكثر شيء دارج هو البايفوسفونيت اللي بياخدوه مع الكالسيوم بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو شهري، وهي من أكثر العلاجات الدارجة. طبعا ما عدا في عنا طبعا أساسا عند النساء نقدر نأخر لهم انقطاع الطمس بواسطة هرمون الاستروجين كم سنة، هذا بيخلي بداية الترقق العظمي كله يتأخر. لكن طبعا هذا الدواء كتير بده انتباه، أولا نتأكد أنه المريضة ما فيها سوابق عائلية لسرطانات مبيض أو عنق رحم، تمام، أو ثدي أو يعني. ثانياً في ناس ما بيحبوا يأخذوا هرمونات لأنه فعلاً ممكن تأثر، لأ كمان في هرمونات الضرق، جالات الضرق كله ممكن يساعد، بس هذا كله بحسب بعد فحص المريض. وفي أدوية كتير الحقيقة، الكالسيتونين اللي هو بيتاخد إبر أو بخ أنفي، كلها بدها يعني تتوازن مع وضع المريض وشو هو فعلا محتاج له. تمام، وكل حالة وأكيد مو للمرضى اللي محافظين على كتلة عظمية مقبولة بالنسبة لعمرهم. حلو. برجع بأكد بالنسبة لعمرهم، لأنه الكتل العظمية ما بتنحسب بشكل عشوائي، يعني الشاب ما بيصير نتقارنه بالسبعين سنة. تمام. طب دكتور ختاما، طالما ذكرت انه في الكالسيتونين او المفرزات الغدة الدرقية الثانية ممكن تأثر على النسيج العظمي وهالأمور كلها، ممكن نحن نكون بشكل خاطئ بحياتنا اليومية عم ناكل أطعمة او نتناول أدوية بشكل اعتباطي تسحب الكالسيوم من النسيج العظمي وتحله بالدم؟ في أدوية معينة او مركبات كيميائية بتساعد على خسارة الكتلة العظمية؟ هلا طبعا في عندك الكورتيزون مثلا، هذا بيأثر كثير على الكتلة العظمية وعلى الترقق العظمي. في كل الأدوية السرطانية والأورام كمان بتأثر على الضعف العظمي. وفي من الأغذية الحقيقة هو النظام الغذائي الفاشل هو اللي ما بيأديك، مثل الوجبات السريعة هذا كله الجنك فود بده يأثر إجباري على يعني. لذلك نحن بالمناسبة أحسن نظام غذائي للترقق العظمي هو النظام الغذائي الشرق الأوسط، لأنه في فرايتي، في تشكيل من الخضروات واللحوم دجاج، يعني مطبخنا كتير واسع، فبياخد منه الإنسان كتير مركبات غذائية جيدة. بالختام دكتور اكيد نتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ونتمنى الصحه والسلامه لجميع مشاهدينا. شكرا كثير دكتور، شكرا لكم. شكرا لكم.